أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أتأمل معك في آيتين من سفر التثنية. سفر التثنية هو خامس سفر في الكتاب المقدس، سفر كتبه موسى. موسى كتب خمس أصفار، أولهم التكوين وآخرهم التثنية. يعني التثنية ده خامس سفر في الكتاب المقدس. هبدأ معك بتأمل سريع في آيتين من أصحاح سبعة، آية من أصحاح سبعة والآية الثانية من أصحاح ثمانية. إن قلت في قلبك، آية رقم 17، هنا الرب بيتكلم عن حاجة بتحصل بيني وبين نفسي، حاجة بفكر فيها. إن قلت في قلبك هؤلاء الشعوب الأعداء أكثر مني، كيف أقدر أن أطردهم؟ الآية اللي بعديها، فلا تخف منهم، أذكر ما فعله الرب إلهك بعدوك بقى الخطير جدا فرعون، بفرعون وبجميع المصريين، التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك والآيات والعجائب واليد الشديدة والذراع الرفيعة التي بها أخرجك الرب إلهك. هكذا يفعل الرب إلهك بجميع الشعوب التي أنت خائف من وجهها. هنا الرب بيعالج مشكلة صغر النفس، ان لما افكر كده في نفسي واقول انا مش قد الموضوع ده، انا ضعيف قدام الناس دي، انا الامراض اللي بتعجبني اقوى مني، لما احس ان انا ضعيف، لما احس ان انا مش قادر اقاوم الامور اللي ضدي، لما يبقى عندي احساس بصغر النفس جوايا. ان قلت في قلبك اعمل ايه؟ اتذكر. اتذكر ايه بقى؟ اتذكر اعمال الرب العظيمة مع اولاده، مع شعبه. اتذكر ازاي الرب خلى الشعب الضعيف يهزم فرعون القوي جدا جدا جدا. اتذكر ازاي الرب خلى الشعب الضعيف ايام يهوشافاط يغلب ثلاث شعوب قوية جدا جاية تهجم عليه. اتذكر ازاي الرب خلى حزقية اللي كان جيشه ضعيف قوي قدام جيش الاشوريين، خلى حزقية يهزم هؤلاء. اتذكر معاملات الله السابقة. عزيزي المشاهد، إن قلت في قلبك هؤلاء الشعوب أكثر مني، يعني الشغل ده مش هقدر عليه، الضيقة اللي أنا فيها دي مش هقدر أطلع منها. لو أنت بتخدم الرب وتقول المقاومة اللي عاملها الشيطان في البلد اللي أنا بخدم فيها دي مش قادر عليها، ما تقولش في قلبك. لما تقول في قلبك كده قاوم ده بإيه؟ أذكر ما فعله الرب إلهك بفرعون. دي أول آية في تثنية سبعة بتعالج الأفكار الانهزامية، الأفكار اللي فيها صغر نفس. أنا بنفسي ضعيف جدا، ولازم أعترف بكده إن كتير من الحاجات أقوى مني، وإن بدخل حروب غير متكافئة، لكن يعظم انتصاري بالذي أحبني. بنفسي أنا ضعيف، لكن بالرب أنا قوي ويعظم انتصاري. لا تستسلم أبدا لصغر النفس، وما تقولش إن أنا مش قادر، قول بالرب أقدر، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الآية الثانية بقى من أصحاح 8، الآية الثانية، لألا تقول في قلب قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة. العكس بقى، واحد بقى جواه يقول شوف انا حكيم ازاي، محدش زيي، مفيش ثلاثة زيي في البلد ده، انا عندي ذكاء ما حصلش،
وعندي خبرة وأشوف النجاح اللي عملته ده، أنا عملت ده بإيدي. العكس، مرة يبقى عنده واحد يبقى عنده صغر نفس، ومرة تانية يبقى عنده نوع من التباهي بقدراته وعنده كبرياء. اوعى تقول في قلبك، لئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة، يعني انا اللي عملت ده بقوتي وبذكائي ومهارتي بسببي انا اخواتي غنيوا، وسببي انا كانوا هيضيعوا، وابتدي بقى انسب الفضل لنفسي. ده خطر جدا جدا، صغر النفس خطر جدا لانه ضد الايمان، وهنا الكبرياء خطر جدا. وبيقول كده اذكر الرب الهك، برضو العلاج انك تتذكر. تذكر ايه بقى؟ انه هو مش انت الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده. يعني بيعلم الرب الشعب انه لما ينجح يتذكر ان النجاح ده مش منه، النجاح ده من الرب. هو ده اللي يحميني من الكبرياء، مش اللي يحميني من الكبرياء ان انا اقول ان انا ما عملتش حاجة، لا، اقول انا عملت ونجحت وبس والرب مش بيا. هو ده التواضع. يعني الكبرياء انك تقول انا عملت ده بنفسي، هو ده الكبرياء. انما مش كبرياء انك تقول انا عملت ده بس بالرب، ده يبقى تواضع. لما اقول بالرب، عزيزي المشاهد باسم الرب يسوع، لا تسيطر علينا افكار انهزامية، لا يسيطر علينا صغر النفس باسم الرب يسوع، وباسم الرب يسوع لا تسيطر علينا افكار التعالي ان احنا اعلى من غيرنا، افكار الكبرياء، افكار التباهي. باسم الرب يسوع نبقى دايما متواضعين وننسب الفضل للرب. اذكر الرب الهك انه هو مش انت الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة. بالرب يعظم انتصارنا، وبالرب طول ما عنينا على الرب هنعيش متواضعين وننسب النجاح ليه مش لينا. عزيزي المشاهد، بنكمل مع بعض التأمل في الملك الألفي من خلال سفر أشعياء أصحاح 11. قلنا في الحلقة اللي فاتت ان الملك الألفي هيبقى فيه زي ما قال سفر أعمال الرسل في أصحاح 3، هيبقى ده زمن رد كل شيء، رد كل شيء إلى وضعه الأصلي الحلو. لأن الرب لما خلق الدنيا دي خلقها رائعة، إنما الدنيا دي باظت. ولما آدم سقط، بسقوط آدم فسدت الأرض، فسدت الخليقة. وهنا الدرس اللي لازم نتعلمه إن لما أنا أعيش في الخطية هأذي، مش هأذي نفسي بس، هأذي الحاجات اللي أنا بسيطر عليها أو الحاجات اللي أنا مسؤول عنها. أي حاجة أنا مسؤول عنها بتتبارك لو أنا عشت مع الرب، وبتتعب أي حاجة أنا مسؤول عنها، أولادي، شغلي، لما أبعد عن الرب. فآدم لما أخطأ، يعني إيه اللي حدث؟ الأرض اتبهدلت، وبقي ما فيش في الارض سلام، لا في سلام بين حيوان وحيوان، يعني فيش سلام بين الذئب والخروف، ولا في سلام بين الانسان والانسان. في زي بعد ادم ما سقط اولاده الاثنين اتخانقوا مع بعض، وقايين قتل هابيل. يعني نتيجه سقوط ادم من الارض ما بقاش فيها سلام، الاثنين اخوات واحد قتل الثاني، والحيوانات بتتخانق مع بعض، وده بياكل ده، والعداوه امتدت بين الانسان والحيوان، في حيوانات عايزه تاكل البشر، كل ده بسبب خطيه ادم. في الملك الالفي هيبقى التصحيح، هنترجع الارض كما كانت، وهتبقى الارض زي جنه عدن.
وقلنا ان التعبير هنا آية 6 و7 و8 عن الحياة، عن السلام اللي في الارض نتيجة ملك الرب، وجاي في 7 عبارات او 7 صور، لان رقم 7 بيتكلم عن الكمال. فهنا اشارة ان لما يملك الرب يبقى فيه سلام ايه كامل. لما يملك الرب عليك هيبقى فيه سلام جوه ذهنك، مش هيبقى فيه حروب، فكرة بتحارب فكرة، وهيبقى فيه سلام في مشاعرك، وهيبقى فيه سلام في بيتك، وهيبقى دايما انت متمتع بالسلام. طبعا لما الرب يملك مع الرب، يعني هيبقى فيه سلام مع الرب، هيبقى فيه سلام بينك وبين نفسك، هيبقى فيه سلام بينك وبين افراد اسرتك. صور السبع قلناهم، قلنا شوية منهم، يسكن الذئب مع الخروف اللي كان حاليا الذئب بيلتهم الخروف، بياكل الخروف، ده بسبب خطيئة ادم. بقى في الملك الالفي نتيجة ملك الرب على الارض هيبقى فيه سلام، الذئب هيسكن مع الخروف. دي اول صورة. الصورة التانية، وشرحنا الصور دي في الحلقة اللي فاتت، يربض النمر يستلقي، يعني النمر مع الجدي، النمر دايما بيجري ورا الجدي عشان ياكله. لا، ده جدي مش محتاج يهرب من النمر. ليه؟ في سلام. ايه سبب السلام؟ لا ننسى ان الرب يملك. عايز يبقى جواك سلام عزيز المشاهد، خلي الرب يملك على حياتك، قل للرب املك عليا، كن انت قائدي. هو ده معنى انك تملك الرب على حياتك، تقول يا رب انا عايز اعيش خاضع ليك، انا عايز اعيش خاضع لوصاياك. يسكن الذئب مع الخروف. الصورة التانية، يربط النمر مع الجدي. وقلنا ان الطفل الصغير هيقود قطيع في اسود، في اشبال الاسود والعجول. ودي الصورة التالتة. الصورة الرابعة، البقرة والدب ترعيان. البقرة والدب، الدب بطيء، حيوان مفترس لكن بطيء، عشان كده مش هيقدر ياكل الغزلان اللي بتجري هتسبقه وتسرق، فبياكل البقر لان البقر برضو بطيء زيه. الاتنين دول مفيش سلام بينهم، مفيش سلام بين البقرة ولا الدب. لا، هما الاتنين بقى هيبقوا مع بعض، البقرة والدب ايه ترعيان. دي الصورة الرابعة. وكمالتها، تربط اولادهما معا. يعني احنا احيانا بنشوف عيلة متخانقة مع عيلة، اولاد العيلة دي طالعين بيكرهوا اولاد العيلة دي، وممكن ده يبقى حادث معاك. يعني انت طالع تكره مثلا اولاد عمك عشان عمك طول عمره عدو لباباك، دي الخطية. الخطية شوف بتعمل ايه، بتخلي مش بس الاب والام، اولادهم كمان، الاولاد اللي هم طالعين اطفال بيتربوا جواهم عداوة وجواهم بغضة، ويطلعوا وارثين من اهاليهم الخناق والخصام. انما في الملك الالفي مش هيبقى فيه كده، لان يقول لك اولاد البقرة مع اولاد الدبة. دي حاجة تحصل في نهاية الأيام لما الرب يملك على الأرض. طب والرسالة لي النهاردة إيه؟ إن لما الرب يملك على حياتي هيبقى في سلام. ولما يملك الرب على المؤمنين في الكنيسة، أولاد المؤمنين مش هيتخانقوا مع بعض، مش هيضروا بعض، مش هيأذوا بعض. ده شيء تلقائي سوف يحدث لما الكنيسة يبقى الرب بيملك عليها. يعني القسيس خاضع للرب في قراراته، كل المؤمنين بيخدموا عشان بيحبوا الرب وبيملكوا الرب على حياتهم، وكل المؤمنين بصين للرب. مش هيبقى في مشاكل بين الأولاد وبعضيها، ولا هيبقوا الأولاد ضرر لبعض. ليه؟ لأن ده العلاج. العلاج ان الرب يملك. كتير بنلاقي مشاكل في الكنائس بين الاطفال، زي ما هنا، زي حاليا مش ممكن اولاد الدبة مش هتاكل ولا تأذي اولاد البقرة، لا حاليا، لكن في الملك الالفي هيتلاشى ده. ليه؟ عشان الرب هيملك.
في الكنيسة لما الرب يملك كتير بقول لك بنشوف في الكنيسة أولاد بيتخانقوا مع بعض وضرر بعض، يمكن واحد ما يوديش أولاده الكنيسة عشان في أولاد في الكنيسة بيأذوه. لا، لما الرب يبقى ليه مكانه في الكنيسة ويبقى فعلا احنا رايحين نعبد الرب وبنحب الرب وخاضعين للرب وكلنا عايزين الرب يملك علينا، لا مش هيبقى فيه ضرر من أطفال مؤمنين على أطفال مؤمنين. عزيزي المشاهد، ايه الصورة اللي بعد كده؟ الصورة رقم 5، الأسد كالبقر يأكل تبنا. ده ايه؟ هيبقى الأسد يتحول إلى حيوان نباتي، يعني الرب هيغير في المعدة بتاعته، والأسد وكل الوحوش مش هتاكل حيوانات، مش هتاكل لحوم، هتاكل تبن. يقول لك الأسد كالبقر يأكل تبنا، الأسد يبقى زي البقر، وده يحصل في الملك الألفي. طب وحاليا؟ حاليا إذا الرب ملك على حياتي أنا مش هيبقى سعادتي إن أنا آكل في الناس وإن أنا أنم في الناس وإن أنا أنهش في الناس، ويمكن كنت بدمر في الناس وبقى كده منتعش. مش هتغذى بكده، لا مش هتغذى بحد. الأسد لن يأكل اللحم، الأسد كالبقر يأكل العشب، يأكل تب، مش هيأذي حد. يعني التبن ده اللي طالع من القمح، القمح هيبقى مفيد والتبن بتاعه هيبقى للأسد، لا مش هضر حد. عزيزي المشاهد، لو عشت سنين حياتك تضر في الآخرين تعال للرب يسوع، ومش هتبقى أسد مفترس بياكل الناس. ودي رسالة عطاها الرب لشمشون. شمشون شاف ان الاسد بعد ما اتقتل طلع منه عسل. انت يا شمشون اسد، اسد بالمعنى السيء، مش اسد بمعنى الحلو والشجاعة وعدم الخوف، لا اسد بمعنى سيء انك انت مضر ومؤذي زي الاسد اللي بياكل، يهجم كده على القطيع بتاع الراعي وياخد منه خروف. انت كده يا شمشون بسبب الخطية. الرب عطاك امكانيات، انما الامكانيات دي بسبب الخطيه ما عملتش نهضه للشعب، ما عملتش سعاده للشعب. انت مضر، انت مؤذي، انت اسد مؤذي. لكن شمشون جات له الرساله انه شاف الاسد بيطلع عسل، وقال كده خرج من الاكل من الجافي الجثة الميتة بتاعت الأسد حلاوة، ومن الآكل طلع طعام، أكل طلع عسل. كانت رسالة لشمشون، ودي رسالة ليك. لو أنت مؤذي، أب مؤذي، أم مؤذية، بسبب عقد نفسية، بسبب تربية معينة، بسبب ظروف ضغط عليك في شغلك فبترجع البيت تزعق وتهين، و تعال للرب قول يا رب املك على قلبي. الاسد هيطلع منك انت بدل ما يطلع منك حلاوه، بدل ما تبقى مفترس. الاسد كالبقر ياكل تبنا، دي الصوره الخامسه. الصوره اللي بعد كده، ويلعب الرضيع على سرب الصل. الرضيع اللي ما يقدرش، اللي عمره ايه ده، عمره الرضيع يعني عمره مش هيزيد عن سنة، يلعب كده على سرب التعابين. صورة في الملك الألفي، لكن بتكلمني انا النهاردة ان الرب لما يملك على حياتي حتى لو انا ما بفهمش، الرضيع بيفهم؟ لا ضعيف. حتى لو انا ما فهمش التعابين ما تقدرش تأذيني. ليه؟ لان الرب بيملك. انما لو الرب مش بيملك عليك حتى لو كنت من اقوى الاقوياء واحكم الحكماء الشيطان يأذيك، التعابين اللي هي الشياطين والارواح الشريرة. هنا الصورة السادسة، يلعب الرضيع على سرب الصل. والصورة الأخيرة بقى، يمد الفطيم. كبر بقى الرضيع بفطيم، يعني اتفطم وبيعمره سنتين ثلاثة،
يمد يده على جحر. ايه بقى حاجة صعبة؟ الافعوان. يعني لو الرب بيملك على حياتي، طول ما الرب هنا الصورتين حطهم مع بعض، ان مش السنة دي الرب يحميني برغم ان ضعيف، والسنة الجاية بقى هقوى في نفسي فسيب الرب، لا، وانا رضيع محتاج الرب، طب وانا فطيم كبرت شوية محتاج الرب، وانا رجل بالغ محتاج الرب، وانا شيخ عجوز محتاج الرب، في كل حياتي محتاج الرب، هو اللي بيحميني، هو اللي بيسدد احتياجاتي، هو اللي بيخليني اعيش حياة التمتع مش حياة المذلة. سواء كنت رضيع، سواء كنت فطيم، سواء كنت واحد كبير، انا محتاج لحماية الرب. لكن حماية الرب ليها شروط. ايه الشرط اللي اتعلمه من الملك الالفي؟ امتى هيحصل ده؟ لما الرب يملك على الارض. ما ينفعش يبقى فيه اوضة في بيتي لا يملك عليها الرب، ما ينفعش يبقى فيه اوضة في قلبي لا يملك عليها الرب. عزيزي المشاهد، بشجعك انك تسلم كل المفاتيح بتاع اوضك للرب، املك. ممكن يبقى في حتة كده في حياتك مش عايز الرب يدخل عليها. ليه؟ ممكن تقول لي خايف ادخل الرب فيها يقول لي دي اقطع العلاقة دي، وانا ما اقدرش اعيش من العلاقة دي، خايف اسلم الحتة دي للرب. ما ينفعش. سلم للرب كل المفاتيح، خليه يملك على كل الاوض، وما تخافش، لان حينما يملك الرب هيبقى فيه مجد، مش هيبقى فيه حرمان. ما تقولش اصل انا لو سلمت الشغل للرب هبطل اخد رشوة، ومعنى كده اني مش هقدر اعيش، انا لازم اخد رشوة واعمل حاجات غلط عشان اعيش. لا، اذا ملكت الرب حياتك بالكامل، الرب عنده طرق عظيمة يسدد بيها كل احتياجاتك. حينما يملك الرب هنبقى في امان. حينما يملك الرب على كل حتة فينا، كل اوضة جوانا، شغل يملك عليه الرب، معاملاتي مع اسرتي يملك عليها الرب. يعني ايه يملك عليها الرب؟ يعني مش هتعامل مع حد في الاسرة وانا بكسر وصية من وصايا الرب، لا، اقول له انت الملك لازم اخضع عليك. حينما يملك الرب سنكون في حماية مؤكدة، وسنتمتع بالسلام الحقيقي في قلوبنا وفي بيتنا. واكمل معاك في الحلقة القادمة. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب الدم والعهد، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.